الصين تحذف صحاريها من الخرائط رسميا. هذه خريطة الصين قبل نحو 5 عقود، وهكذا أصبحت الآن. صحاري أرقة التنين الصينية لزمن طويل أصبحت الآن طي النسيان، بعد أن نجحوا بابتكار تقنيات حولوا فيها الرمال إلى تربة صالحة للزراعة. فكيف تعمل هذه التقنية؟ وكيف يشق ثاني أكبر اقتصاد في العالم طريقه ليصبح من أكثر البلدان خضرة على مستوى العالم بمشاريع عملاقة شارك في تنفيذها مئات الملايين من البشر؟ قبل أن نخبركم بالتفاصيل، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. هذه مقاطعة مينكين الصينية، تساوي هذه المقاطعة نصف مساحة بلجيكا، وهي محاطة من 3 جهات بصحراء جوبي. تخطط الصين حاليا لزراعتها بالأشجار، وهي جزء صغير من مشروع الصين الضخم للتشجير. يشمل المخطط حوالي ربع مقاطعات الصين، ويطلق عليه اسم برنامج الحزام الشمالي 3، إشارة إلى شمال الصين وشمالها الشرقي وشمالها الغربي، ويعرف أيضا باسم جدار الصين الأخضر العظيم. هذا الجدار جاء نتيجة سياسات ماو تسي تونغ الفاشلة. ففي عام 1949، بعد وقت قصير من تسلم الحزب الشيوعي السلطة في الصين، بدأ ماو تسي بالتخطيط لمشاريع زراعية ضخمة لزيادة رقعة الأراضي المزروعة. وبسبب هذه السياسة غير المدروسة، إضافة للتغير المناخي، بدأت الصين تخسر أراضيها بسرعة بسبب التصحر. فما بين 50ات و70ات من القرن الماضي، فقدت الصين حوالي 1500 كيلومتر مربع من الأراضي بسبب الصحاري كل عام، وهي مساحة بحجب مدينة هيوستن الأمريكية. ليأتي عام 1978 حاملا معه خطط جديدة مع الرئيس دينغ شياوبينغ، الذي أراد تصحيح أخطاء الماضي ومحاربة التصحر بمشروع السور الأخضر العظيم. سيستمر المشروع حتى عام 2050، ويهدف إلى زراعة حوالي 88 مليون فدان من الغابات في جدار يمتد حوالي 3000 ميل، ويصل عرضه إلى 900 ميل، لتقوم الصين بتحديد يوم 12 مارس يوما وطنيا لزراعة الأشجار. ومن عام 1982 قام الصينيون طوعا بزراعة ما يقرب من 78 مليار شجرة. وتظهر بيانات آخر 10 سنوات أن مساحة التشجير التراكمية في الصين وصلت إلى 64 مليون هكتار. وبحسب التقارير، ساعد أكثر من 300 مليون شخص في زراعة أشجار في صحراء تعادل مساحة إيطاليا. وبحلول عام 2025 سيكون لدى الصين إجمالي 2 مليوني هكتار من الأراضي المتصحرة مغلقة للحماية، مع أكثر من 6 ملايين هكتار من الأراضي الرملية المعالجة حديثا. حذف الصحاري من الخرائط. صحراء موس، واحدة من 4 صحارى كبرى في الصين، اختفت تماما من الخريطة. فبعد عقود من العمل أصبحت 93% من أراضيها خضراء. في 50ات من القرن الماضي كانت المنطقة قاحلة بشكل كامل، لا تتكون من سوى الرمال والحجارة. ولهذا السبب قرر القرويون المحليون محاولة إعادة غرس الأشجار في المنطقة، وبدأت الحكومة أعمال الترميم البيئي في ذات المساحة لتساعد على إنجاح مشروع الأهالي. وهذه صحراء كوبوكي في منغوليا الداخلية قبل 3 عقود. مساحتها تبلغ حوالي 18600 كيلومتر مربع من الكثبان الرملية الذهبية. أدت قرون من الرعي إلى تجريد الأرض من جميع النباتات، وكان سكان المنطقة البالغ عددهم 740,000 نسمة يعيشون في فقر مدقع. وهكذا أصبح حالها بعد تخضير ثلث الصحراء وزراعة نباتات من شأنها منع زحف الكثبان الرملية على المزارع والقرى، لتشهد المنطقة عودة الماشية وظهور الصناعات الثانوية، وأصبحت مقصدا شهيرا للسياح. وصلت تكلفة إعادة تخضير هذه الصحراء إلى أكثر من 1.8 مليار دولار. كما نجح سكان مقاطعة ماكيت الصينية في تنفيذ مشروع هائل استغرق 10 سنوات، بهدف بناء حاجز أخضر على واحدة من كبرى الصحاري الصينية، وذلك على الحافة الجنوبية الغربية.
نجح السكان بزرع أكثر من 240 مليون شجرة على مساحة تزيد عن 30 ألف هكتار كانت قد تصحرت بالكامل. ويخطط السكان حاليا بدء المرحلة الثانية من مشروعهم، حيث يخططون للزراعة أكثر من 600 ألف هكتار من الصحراء. هذه نماذج قليلة من نماذج أخرى كثيرة لنجاح الصين بتحويل الصحاري إلى أراض خضراء، وذلك بالتزامن مع تطوير تقنيات جديدة وتكنولوجيا مبتكرة. الزراعة في الرمال. اتخذت الصين تدابير أخرى لوقف نمو الصحاري، فالمزيد من الغطاء الأخضر يعني زيادة في الأمن الغذائي وزيادة هطول الأمطار وزيادة الغلة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، لتقوم الصين بتوجيه مراكز البحث لديها في إيجاد تقنيات لتحويل الصحراء إلى أراض صالحة للزراعة، وهو ما نجح بالتوصل إليه باحثون من جامعة تشونغ تشينغ جياو تونغ الصينية، حيث قاموا بابتكار عجينة مصنوعة من السليلوز النباتي من شأنها أن تحسن بشكل كبير قدرة رمال الصحراء على الاحتفاظ بالمياه والمعادن والمواد المغذية الضرورية لنمو النبات. تم تطبيق هذا المعجون على قطعة أرض رملية مساحتها 1.6 هكتار، وخلال وقت تحولت الصحراء إلى أرض زراعية خصبة قادرة على إنتاج مختلف أنواع الخضار. وفقا للباحثين، فإن النباتات المزروعة في الأرض الرملية حققت إنتاجية أعلى للمحاصيل، وذلك باستخدام نفس كمية المياه اللازمة لزراعة المحاصيل في التربة العادية. ومن التقنيات التي توصل إليها العالم أيضا هناك صين النانو السائل LNC، وهو معالجة خاصة للرمال يمكنها تغيير طبيعة الجافة لجزئيات الرمل عن طريق طبقة من الطين تسمح لها بالاحتفاظ بالمياه. تم تطويرها من قبل العالم النرويجي كريستيان مورتن أولسون في عام 2005. يقول أولسون إن استخدام هذا الطين بهذه الطريقة يمكنه تحويل أي رمل رديء الجودة بسرعة إلى تربة عالية الإنتاجية. شجعت تجربة الصين الناجحة دول العالم إلى محاولة تكرارها، ففي عام 2007 اجتمعت 11 دولة في القارة الإفريقية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي لإنشاء الجدار الأخضر الإفريقي الكبير. يهدف المشروع إلى إنشاء ممر أخضر بطول 8000 كيلومتر عبر إفريقيا بحلول عام 2030. ونتيجة لمشروع الجدار الأخضر العظيم، تمكنت السنغال من استعادة 800000 هكتار من الأراضي المتدهورة، وزرعت النيجر 149 مليون نبتة. كما نجحت إثيوبيا في زراعة 5.5 مليار نبتة وشتلة للمجتمعات المحلية. لمزيد من التفاصيل عن مشروع الأخضر الكبير في إفريقيا، شاهد هذا الفيديو من هناك.